السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي وإخواني، مرحبا بكم في قناة مشاهير وان تيفي. اشتركوا وفعلوا جرس باش يوصلكم كل فيديو جديد. كشف العداء المغربي السابق سعيد عويطة عن خبر دخوله القفص الذهبي من جديد بعد تعرضه للنصب والاحتيال من طرف زوجته السابقة حسب ما صرح به سابقا. ونشر العداء المغربي سعيد عويطة مجموعة من الصور عبر حسابه الخاص بموقع انستغرام رفقة والده وشقيقه الأصغر وزوجته أثناء قضاء عطلتهما الصيفية بمدينة الزرقاء شفشاون. وحرص عويطة على إخفاء ملامح زوجته وعلق على الصورة بالقول: يوم جميل مع العائلة، والدي وزوجتي وشقيقي الصغير في مدينة شفشاون. لتتقاطر عليه التعليقات من طرف متابعيه وزملائه. وكشف سعيد عويطة سابقا أثناء حلوله ضيفا ببرنامج مع شارة زاد أنه تعرض لعملية نصب لم يتوقعها من طرف زوجته بمساعدة محامية المنزل بعد عشرة طويلة. وودع عويطة أن زوجته أقنعته بأن يكتب أملاكه لها من أجل تسييرها، لا سيما وأنه يصعب عليه تسيير جميع الأمور، ليكتشف بعدها أنه تم الاستيلاء على جميع أمواله وممتلكاته التي تم بيعها على حد قوله. وأشار سعيد عويطة إلى أنه لم يتوقع أن يقع ضحية زوجته التي تجمعه بها علاقة زواج دامت لمدة 37 سنة إلى أنه رفض الحديث عن الأمور مرات كثيرة وتركه للمحامية من أجل إنصافه.